لانه اكو تغيير سياسي عالمي ومحلي واقليمي ومحلي قادم في العالم في غضون 90 يوم القادمه. لان انا لفت انتباهي ما كنت تقوله انت وتقول هذه معلومه انه روسيا تريد حكومه ضعيفه ولا تحظى بمقبوليه جماهيريه. تيتي مثل ما رحتي اجيتي. لا 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 ما سمعتني. ضعيفه لكن تحظى بمقبوليه شعبيه. وليست لا تحظى. إذن مقبولية شعبية يعني بس الميليشيات يحبوها. لا لا مو هي هم يجيبوها مو من الميليشيات. هم يجيبون حكومة مو من الميليشيات. يجيبون شخصية مستقلة ضعيفة. في العراق الروس يقول لك احنا ما نقدر نستطيع ان نعمل في ظل سلاح منفلت و120 ميليشيا. لا هم ولا الصين. حتى لو احنا دولة عظمى. هذه لازم نوجد لها صيغة. لازم نوجد لها صيغة. نجيب شخص بعنوان مستقل ضعيف يشكل حكومة. ونجيب هاي الميليشيات نذوبها بالمؤسسات الأمنية. لأن بوتين بالمناسبة عنده نفس التجربة. عندما سقط الاتحاد السوفيتي أستاذ نجيم وأنا شفت موسكو يعني صارت بالسلاح بالشوارع بالسلاح الأبيض العصابات. بعدين هو جمع العصابات سوى بهم قوات أمنية. هو رجل عنده عقلية بهذا الاتجاه وسوى أمن في روسيا ومصار استثمار وإعمار. نفس التجربة اللي يعيدها بالعراق. هو ده يقول دولة عصابات. هو بوتين حقيقة الأمر يقول هذول عصابات مو ميليشيات. تعرف كيف؟ زين مصرح له بهذا؟ نعم 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 من قبل مصرح لأنه أطراف عراقية عندها علاقات مهمة مع أطراف من الإطار طبعا تحديدا بأمر الإيراني. يعني الإيراني ما كانوا قابلين للاتصال المباشر. ترى الإيراني يريد ياخذ الكوميشن ماله لازم كل شغلة تصير من طريقه. تعرف شلون؟ بس الجماعة سووها سويتشون لأن الإيراني محرج الآن عليه أن يقبل يخدم الروس أو يخدم الصين لأنه يتدمر. الآن هو الوحيد اللي واقف له اقتصاديا وداعمه وداعم نظامه هو روسيا والصين. زين لذلك هذه المعادلة هي المهمة أستاذ نجم. احنا نتحدث لما نتحدث كمعارضين وقلنا يا شعب العراق حاول أن تسند أبنائك من المعارضين الوطنيين الحقيقيين لا تظل تسقط بيهم وتدق على رأسك وتلطم وتطين روحك وتروح تبوس برجلين الإيرانيين. إيراني كان أفغاني كان أنت مو وظيفتك. أنت من بلد تكرم تضيف إلى آخره. فالتموا لأنه أكو تغيير سياسي عالمي ومحلي وأقليمي ومحلي قادم في العالم في غضون 90 يوم القادمة. لن ينتهي هذا العالم. تقوده روسيا والصين من جهة وأمريكا والغرب من جهة أخرى. إيه هذا إيش طلعنا إحنا شنو ما تقول لي هذا العالم كله روسيا والصين وإيران وتركيا وأمريكا وأوروبا أو كل هاي ومالك حد. لا هي من هاي وتفوق. لا احنا نتاج هاي المعادلة أستاذ نجم. احنا نتاج سايكس بيكو ثم نتاج الحرب الباردة تعرف كل زين اللي حصلت بعد الحرب العالمية الثانية. واحنا نتاج احادية القطب عام 91 عندما جت أمريكا وضربت العراق وبعدين احتلت العراق كان احادية القطب. الآن روسيا والصين ومعاهم دول الاتحاد السوفيتي السابق يقولون ما يصير نخلي هذا التفرد الامريكي لازم نغير المعادله. وين نجي نضربهم؟ فما نروح نضرب امريكا في العمق وتصير مشكله. نضربهم في منافذه نعم في مناطق نفوذهم. زين وامريكا نعم. تجي تضرب روسيا في المناطق النفوذ الجديده في داخل العراق. نعم ليس ضرب بمعنى الضرب العسكري ضرب المصالح اقصد هنا. فانت عندك طرف واحزاب لانه ما عندك احزاب وطنيه. خلينا نتحدث مع احترامي لكل المسميات ولكل الشعارات ليس هنالك فردا ولا شخصا في العملية السياسية ولا حزبا وطنيا مستقلا. لما يخلوك تلوه مثل ما يطاردوك ويطاردون يطاردون الكل لأنه هي دول العالم ما تريد واحد مستقل لكن مناسب. لكن هذا ليس لكن يا أستاذ أحمد